السلام عليكم يا جريد، ايه وحشتوني. يا رب تكونوا بخير، يا رب كده كلكم دايما بخير. النهارده بقى اشرح لكم درس الثروه الحيوانيه. احنا خدنا طبعا الدروس اللي فاتت عن الزراعه والمحاصيل الزراعيه وكده. طبعا ده درس جميل جدا، وانا شرحته لجريد 8 بي، بس جريد 8 اي كان لسه شويه، فقلت برضو اعيده تاني وانزله لكم فيديو، انزله لكم يعني شرح برضو تاني. الدرس ده بيتكلم عن الثروة الحيوانية في وطننا العربي، الثروة الحيوانية للحيوانات والدواجن والأسماك، هناخدها برضو معاه. درس لذيذ وسهل جدا، ما فيهوش أي حاجة خالص. في الأول خالص يا ولاد أتكلم عن إن الوطن العربي، طبعا إحنا طبعا كل شغلنا في الترم ده بيتكلم عن الوطن العربي، كل حاجة بقى عن الوطن العربي. قالك بيمتلك الوطن العربي في الدرس ده ثروة حيوانية كبيرة جدا ومتنوعة. ليه؟ لأن الله وهب مراعي بتربى بيها حيوانات، بنربي فيها طبعا حيوانات، فالمراعي ديت يا ولاد يعني الوطن العربي مليان فيه كتير، في الوطن العربي مراعي، فبالتالي بتقصر الثروة الحيوانية. بنربي برضو يا ولاد الدواجن اللي احنا بنستفيد من لحومها وبيضها، اللي هي زي الفراخ، اللي الفراخ اللي هي الدواجن، وبرضو أيضا وجود مسطحات مائية سواء عذبة أو مالحة بنحصل منها على الثروة المائية، أهمها طبعا الأسماك. ندخل بقى ونتكلم في الاول خالص يا اولاد عن اهميه الثروه الحيوانيه، اول عنصر في الدرس. طب الثروه الحيوانيه دي يا اولاد ان هي بتكون طبعا يا اولاد مصدر للحوم والالبان والجلود والاصواف، يعني بناخد من اي طبعا حيوان الجلد بتاعه والالبان والجلود والاصواف. بترتبط برضو بالثروه الحيوانيه العديد من الصناعات زي الزبده والجبن، يعني اللبن ده اما بندخله طبعا في المصنع بنصنع منه زبده وجبن والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. الى جانب بنستخدم يا اولاد الحيوانات في اعمال الزراعه، يعني تلاقي مثلا الفلاح بيستخدم الحيوان في المرعى كده، شايل حاجات كده على ظهره طبعا الحيوان ده، وبيستخدمه في اعمال الحقل. يبقى مصدر اللحوم والألبان والجلود والأصواف، أهمية الثروة الحيوانية ترتبط بها العديد من الصناعات زي الزبد والجبن، وتستخدم في أعمال النقل والزراعة. عندنا هنا برضو يا ولاد إن إحنا في مراعي طبعا اللي هي الطبيعية دي، مراعي حارة ومراعي طبعا بتكون معتدلة. المراعي الحارة دي بنسميها سافانا، المراعي الحارة دي سافانا بتكون في جنوب الوطن العربي، والمراعي المعتدله اللي هي الاستبس شمال الوطن العربي. يبقى احنا عندنا نوعين من المراعي يا ولاد، المراعي الحاره اللي هي السافانا في جنوب الوطن العربي، والمراعي الاستبس اللي هي المعتدله في شمال الوطن العربي. والحاره سافانا جنوب الوطن العربي، جنوب الوطن العربي سافانا، استبس شمال الوطن العربي. تمام. قال لك اولا الحيوانات بتربى يا ولاد اماكن تربيتها زي ما قلت لكم، اما في مراعي او في حقول. طب مساحة المراعي قال لك كتوتال 32%، يعني 32% من مساحة الوطن العربي المراعي دي موجودة، أهمها في مرعى في السعودية، الصومال، السودان، الجزائر، المغرب، تركيز قوي. حتى تلاقي هناخد دلوقتي أمثلة للحيوانات زي الأغنام والمعز والأبقار، معظم الحيوانات دي موجودة في الصومال، السودان، تمام، السعودية. يبقى إذا مساحة المراعي 32% موجودة في نجريد ديت في السعودية والصومال والسودان والجزائر والمغرب، اهمها طبعا الصومال والسودان، فيها مراعي كتير جدا، وايضا السعوديه. تمام. قال لك انواع المراعي زي ما انا قلت لك دلوقتي، قلنا مراعي معتدله في الشمال الوطن العربي، مراعي حاره في الجنوب. طب انواع الحيوانات يا مس، قال لك حيث المراعي المعتدله اللي هي الاستبس بتربى فيها الاغنام والمعز، بينما المراعي الحاره بتربى فيها الماشيه والاغنام. خلي بالكوا اغنام اللي هي الخروف والمعز طبعا عارفينه، المراعي الحاره الماشيه زي اولاد اللي هي الجاموس والابقار وبرده الاغنام. اكثر الحيوانات انتشارا يا اولاد هي الاغنام والمعز، وذلك لفقر المراعي في الوطن العربي. بيجي الحته دي فيها سؤال، بما تفسر؟ بما تفسر؟ يعتبر يا اولاد الحيوان الاغنام والمعز اكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي. ليه يا مس؟ لفقر المراعي في الوطن العربي. تاني، لفقر المراعي في الوطن العربي. تمام. يبقى لو جبت سؤال جفريزون كده، بما تفسر اكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي الاغنام والمعز، لفقر المراعي فين؟ في الوطن العربي. تمام. قال لك يا اولاد هنا السودان اكبر الدوله بتمتلك ثروه حيوانية، زي ما انا قلت لكم اكبر الدول تمتلك ثروه حيوانيه هي السودان. يجي لكم كومبليت من اكبر الدول العربيه التي تمتلك ثروه حيوانيه نقط، هي السودان. هي ايه يا شباب؟ السودان. تمام يا بنات وشباب الجمال اللي وحشوني. ماشي نكمل، مغلبيني وبحس وحشوني برضو.
طيب يبقى احنا قلنا اول حاجه يا اولاد خدناها طبعا انواع الحيوانات، بس عرفنا قبل ما نتكلم عن الانواع بالتفصيل قلنا المراعي الطبيعيه واللي هي المعتدله والحره، وعرفنا طبعا ده بيربى فيها ايه، وهنا برضو الحره بتربى فيها ايه. تمام، هناخد اول نوع من الحيوانات يا اولاد وهي الجاموس. برضو قال لك بيقتصر تربية الجاموس على مصر والعراق. طب ليه؟ قال لك حاسس التربة الفيضية، لأن الجاموس ما بيتحملش الجفاف أو البرودة الشديدة، بيبقى عايز طبعا تربة عايز بيئة متوسطة، ولا هي حر قوي ولا هي طبعا شديدة البرودة قوي، بيبقى تربة طبعا فيضية كده، مناخ معتدل. قال لك المناخ المعتدل ده طبعا بيكون موجود في مصر طبعا والعراق، فأكتر مكان بيتربى فيه الجاموس هي مصر والعراق، بما تفسر يقتصر تربية الجاموس على مصر والعراق حيث وجود التربة الفيضية، حيث وجود التربة الفيضية. ليه؟ قلنا لأن الجاموس لا يتحمل الجفاف أو شدة البرودة. تمام؟ تمام. الحيوانات تتركز، الأغنام بتتركز في السودان والمغرب والجزائر الاكثر انتشارا، بس تحفظوا لي يا اولاد اول دوله يبقى اغنام السودان. اغنام السودان يبقى بما تفسر، قلتها سؤال قبل كده في الحته الاولانيه، يعتبر الاغنام والماعز اكثر الحيوانات انتشارا، قلنا بسبب فقر المراعي في الوطن العربي. اكثر دوله بيوجد فيها طبعا اغنام تتركز في السودان، ويليها المغرب والجزائر، بس يهمني نحفظ زي ما قلت لكم اول دوله اللي هي السودان. الماعز برضو في السودان والصومال، هتلاقي معظمهم السودان. شوف بيكرر ازاي. الابقار قالك تتركز في السودان ومصر والمغرب وسوريا والصومال، لان في هناك مراعي غنيه كتير قوي. برضو ابقار سودان، ماعز سودان، اغنام سودان. يعني لو انت حتى ناسي وقلت لكم اكتر الحيوانات انتشارا، ولا ساي مثلا قلت اغنام السودان، طب ابقار سودان، يبقى اعتبر صح. الخيول العربيه الاصيله اللي هي طبعا اللي هي الحصانه بقى يا اولاد، قالك بتربى برضو في مصر والمغرب والعراق. برضو الإبل اللي هي الجمال، الإبل اللي هي الجمال بتركز برضو في السودان، وفيها طبعا السودان نص عدد الإبل في الوطن العربي. برضو شوف السودان الإبل قلت اللي هي الإيه الجمال. تمام يا جريد 8. طب لو أنا جيت دلوقتي أنا بغلط بقول 7 معلش، يعني هو ده جريد 8. طيب الإبل العربية طبعا الأصيلة دي اللي هي الجمال، قال لك بتتميز بسرعتها. طبعا احنا عارفين ان الجمال طبعا سريعة، وتستخدم في حاجة اسمها سباق الهجن. سباق الهجن ده يا ولاد ممكن تصل ل 64 كيلومتر في الساعة، شوفوا تخيلوا سريعة جدا. فبيخشوا في سباق اسمه سباق الهجن، بيحصل السباق ده يا ولاد في الإمارات والسعودية ومصر. تمام، بس أكتر طبعا الإمارات والسعودية، كان زمان بيحصل في مصر برضه يا ولاد. تتركز تربيتها برضه في السودان وبعض الدول العربية. يبقى إذن الإبل في السودان من أهم طبعا السباق اللي بتقوم على طبعا الحيوان اللي هو الإبل اللي هو الجمال، سباق اسمه سباق الهجن، سباق إيه؟ جريد 8 الهجن. تمام، يبقى إحنا عرفنا الأغنام، المعز، الأبقار، الجاموس، والخيول العربية الأصيلة اللي هي الحصنة والإبل برضه يا ولاد. كل طبعا حيوان من دول بيتركز في دولة إيه، وعرفنا عن إيه سباق هجن. تمام كده جريد 8. تمام، طيب لو جيت دلوقتي قلت واتكلمت عن تاني نوع من درسنا والعنصر التاني وهو الدواجن، يبقى اتكلمنا عن يا ولاد الحيوانات كتوت، الابقار، جاموس، ماعز، اغنام. هتكلم بقى تاني حاجه عن الدواجن اللي هي الفراخ. قال لك اهميتها، بتربى طبعا بنربى الفراخ دي للاستفاده من لحومها وبيضها، طبعا تستخدم كبديل للحوم الحمراء. اكتر دوله او اكبر دوله طبعا تهتم بتربيه الدواجن هي السعوديه، وليها مصر وتونس. تحفظوا لي السعوديه، يعني لان هسال ايه هي اكتر دوله او اكبر دوله طبعا تهتم بتربيه الدواجن، هي السعوديه. تمام، طيب في بقى هنا عندنا بقى يا اولاد زي ما احنا كده قلنا حيوانات ودواجن وفي مراعي في الوطن العربي وعمالين نشرح كل الكلام ده كله. طب في مشاكل بتقابلنا في الثروه الحيوانيه؟ اه يا مس في مشاكل. قال لك طبعا المشاكل بتاعت الثروه الحيوانيه فقر المراعي يا اولاد، وتاني حاجة ان ما بيهتموش بالرعاية البيطرية للحيوانات، بمعنى ان دلوقتي لو في طبعا حيوان تعبان بيسيبوه ما بيهتموش بيه، لا لازم يودوه لدكتور مثلا بيطري اللي هو طبعا دكتور طبعا الحيوانات عشان يكشف عليه، وبالتالي كل ما بنحسن السلالات دي ونهتم بيها بالتالي هيبقى في عندنا ثروة حيوانية اكبر. اتنين، عدم تحسين السلالات، دي برضو مشكلة كبيرة يا ولاد ان احنا منختارش السلالة الجيدة عشان خاطر نربيها. رابع حاجة، بنشغل الحيوانات في اعمال حقل، لذلك انتاج اللحوم قليل ولا يكفي حاجة الاستهلاك، يعني احنا بنشغلهم وما نستفدش منهم كغذاء.
فدي برضو طبعا ايه مشكله. فعشان نتفادى يا اولاد المشاكل دي كلها، ان احنا نهتم طبعا بالرعايه البيطريه، نهتم بتحسين السرولات واختيار السرولات ديت يا اولاد في الحيوانات او الدواجن، وبرضو نقلل من الحيوانات دي ان احنا ما نشغلهاش في اعمال طبعا الحقل، وبنستغلها طبعا كتربيه بقى بعد ما تكبر، وتحسين طبعا السلاله في الاستهلاك الادمي يعني كغذاء وليست في اعمال الحقل. طيب تاني بقى تالت بقى عنصر في الدرس اللي هو الثروه السمكيه، وده تعتبر اخر عنصر بقى يا اولاد. قال لك بيمتلك الوطن العربي يا اولاد ثروه هائله من الثروه المائيه واهمها السمكيه. طب ليه؟ قال لك عشان بيطل الوطن العربي على كثير من المسطحات المائيه زي محيطات وبحار وكل الكلام ده كله وبحيرات، فده اللي خلانا عندنا ثروه سمكيه ثروه مائيه كبيره جدا. يجي لك سؤال بما تفسر الوطن العربي غني بثرواته المائيه ليه؟ بما تفسر لان الله سبحانه وتعالى وهب الوطن العربي يا اولاد سواحل زي ما انا قلت لكم طويله وبحار متعدده ومجاري مائيه يعني كتيره جدا. لو انتم مش عارفين تقولوا كل ده، تمتلك الوطن العربي سواحل طويله وبحار متعدده. قال لك جعل طبعا الاسماك اهم موارد الثروه المائيه واهم واكثرها استغلالا في الوطن العربي، تصل ل 3.7 مليون طن. يعني انتوا برضو مش ملتزمين بحفظ النمبر او الارقام، بس بعرفكم يعني النسبه يعني الانتاج بتاع الثروه السمكيه. زي ما انا قلت لكم اهميه الحيوانات والدواجن، ناخد برضو اهميه الثروه السمكيه. قال لك غذاء بروتيني اساسي بنعوضنا عن نقص في الثروه الحيوانيه او الزراعيه. في ناس تقول لك احب طبعا الاسماك مفيد جدا للذاكره ومفيد كبروتين، طبعا يا اولاد بيعوضنا عن مثلا ممكن اللحوم الحمراء او البيضاء او وات ايفر، يبقى غذاء بروتيني اساسي بيعوضنا عن نقص الثروه الحيوانيه والزراعيه. الى جانب بنعمل يا اولاد من السمك ده مشروعات تصنيع يعني زي التونه والسردين والسلمون، ده بنسميه حفظ وتعليب الاسماك، ده مشروع تصنيع بنسميها حفظ وتعليب الاسماك، يبقى بيقوم على الاسماك مشروعات تصنيع زي حفظ وتعليب الاسماك. تمام يا جريسه؟ يبقى سهل قوي اهم الثروه السمكيه، غذاء بروتيني اساسي بيعوضنا عن نقص الثروه الحيوانيه والزراعيه، بتقوم على الثروه السمكيه دي مشروعات تصنيع زي حفظ وتعليب الاسماك زي التونه والحاجات اللي انا قلتها لكم دي. في حاجه مهمه جدا بقى ويهمني لان دي ممكن تيجي في الامتحان وتتكرر قوي. قال لك انواع المصائد، يعني الاماكن يا اولاد البحار والمحيطات والبحيرات اللي بنصطاد منها في الوطن العربي. هنقسم انواع المصائد بحريه بحيريه، خلي بالك بين البحريه والبحيريه ده غير ده والنهريه. طب نمسك بقى كده نتكلم اول حاجه عن المصائد البحريه. البحريه تتمثل في مصائد بنصطاد من المحيط الاطلنطي والهندي، البحار زي احمر ومتوسط وعربي، وخلجان زي الخليج العربي عمان وعدن. تاني يبقى محيطات زي الاطلنطي والهندي، بحار متوسط واحمر وعربي، خلجان خليج عربي خليج عمان وخليج عدن. تمام؟ عين عين عربي عمان عدن. دي بنسميها مصايد البحريه، المصايد البحريه. تمام؟ تاني حاجه بقى المصايد البحيريه، يعني بحيره جايه من بحيره. بحيرات ايه؟ قال لك بحيرات مصر الشماليه زي البرولوس وإيدكو ومريوط والمنزلة، كل دي كلها بحيرات على ساحل طبعا البحر المتوسط يا ولاد. في مصر طبعا خدتوها من اول جريد فور اكيد طبعا، يعني لو فاكرينها دي بنسميها بحيرات مصر الشمالية، بحيرة قارون وبحيرة ناصر. دول البحيرات دول موجودين في مصر. بحيرة ناصر موجودة في جنوب مصر. في بحيرات مصر الشمالية الخمسة اللي انا قلت لكم، البردويل البرولوس المنزلة إيدكو مريوط، دي بنسميها بحيرات مصر الشمالية، موجودة في شمال طبعا مصر. وبحيرة طبعا ايه قارون، دي بحيرات موجودة في مصر ثلاثة دول يا ولاد، يعني بحيرة قارون وبحيرة ناصر والبحيرات الخمسة، يعني دول كلهم موجودين في مصر. طب المصايد النهرية حتى من اسمها أنهار، بنصطاد يمس من أنهار، بنصطاد زي نهر النيل في مصر والسودان، نهر دجلة والفرات. ها سامعاكم انتوا بتقولوا ورايا اهو، يعني حافظين نهر دجلة والفرات فين؟ في العراق. تمام. يبقى بنصطاد من المصايد البحرية وعرفنا محيطات وبحار وخلجان، مصايد بحيرية عرفنا البحيرات سواء ملحة أو عذبة، البحيرات دي موجودة في مصر. المصايد النهرية اللي هي من الأنهار، قلنا نهر النيل في مصر والسودان، دجلة والفرات في العراق. طبعا احنا عارفين جوبا وشبيل في الصومال، يعني بس احفظوني دول. مزارع سمكية برضو بناخد نحصل منها على أسماك، والمزارع ديت احنا ممكن اللي بنعملها والغرض منها والهدف من المزارع دي ان احنا نزود الانتاج السمكي.
زيادة الإنتاج السمكي، يبقى أهمية إنشاء المزارع السمكية لزيادة الإنتاج السمكي، بما تفسر أهمية إنشاء المزارع السمكية لزيادة الإنتاج السمكي. تمام. طيب، بدأت الوطن العربي طبعا يهتم بالمزارع دي عشان نزود الثروة السمكية، وتصل نسبتها إلى 3.3، يعني 3.3 سوري 3.3%، يبقى 3.3% 3.3% دي نسبة الإنتاج السمكي من المزارع السمكية. أكبر الدول طبعا يا ولاد في إنتاج الأسماك هي المغرب، تحفظوا لي أول دولة، بعد كده بقى مصر، موريتانيا، عمان، اليمن، كل دول، بس أهم دولة تحفظوها لي وهي المغرب. ملحوظة، مصر من الدول العربية اللي توجد بها جميع أنواع المصايد السمكية، ودي مهمة جدا، يجي لك كومبليت. من الدول العربية التي توجد بها جميع أنواع المصايد السمكية هي إيه؟ نقط مصر. تمام، الحمد لله مصر يعني يبقى فيها طبعا يا اولاد اماكن كتير قوي، من نهر النيل والمصايد اللي قلت لكم طبعا والبحيرات وكل ده. اسباب قله انتاج السمك، بالرغم يا اولاد ان عمالين نحكي وفي مزارع وفي بحيرات وفي بحيرات وبحار وكل وانهار وكل ده، في اسباب قله انتاج السمك. ليه الانتاج السمك قليل؟ قال لك لعده اسباب. اول حاجه قال لك بيستخدم الصيادين اساليب بدائيه، اساليب بدائيه في الصيد، يعني ممكن مش شباك، يعني مش اساطيل مجهزه بقى طبعا باحدث الاجهزه ولا الكلام ده، حاجه طبعا على قدهم بدائيه، ما بتدهمش طبعا انتاج كويس في الصيد. يبقى استخدام الصيادين اساليب بدائيه، تلوث الميه بيؤدي لقتل العديد من الاسماك، وفعلا كتير قوي يا اولاد بيرموا، اديكم بتشوفوا نهر النيل بيرموا فيه ايه بقى دلوقتي؟ ملوثات. فالتلوث دوت والميه دي بتغذى عليها طبعا مين؟ الاسماك، فبالتالي بتموت، فما فيش مش هيدينا انتاج كتير. اتجهوا الصيادين للعمل في استخراج البترول والصناعه، بدا يسيبوا المهنه بتاعتهم لان طبعا الدخل بتاعهم قليل يا اولاد، فطبيعي ان هم يبصوا للحاجه الاحسن في الدخل، كل دلوقتي بيبص لكده، فبداوا يسيبوا طبعا العمل في مجال الصيد واتجهوا لاستخراج البترول والصناعه والتعدين والحاجات دي كلها. يبقى اسباب قله الاسماك لاستخدام الصيادين اساليب بدائيه في الصيد، تلوث الميه بيؤدي لقتل طبعا الاسماك، واتجه الصيادين للعمل في الصناعه، استخراج البترول، التعدين. قال لك الصيد يا اولاد في اوقات ممنوعه او باستخدام شباك ضيقه، ما بتبقاش طبعا شباك طبعا مجهزه وتلقوا اساليب طبعا حديثه، لا خالص. الى جانب ممكن البحر بيكون متقلب، ما بي يعني حتى خطر على الصياد نفسه ان هو يصطاد في الوقت ده، فبالتالي الاسماك كلها بتبقى راكده، بتبقى تحت خالص، مش فوق في الميه، فبالتالي بيبقى صعب جدا الصيد. يبقى الصيد في اوقات ممنوعه او استخدام شباك ضيقه. تخلف بقى في وسائل النقل وحفظ الاسماك، يبقى ما فيش طبعا يا اولاد اسطول مجهزه بالثلاجات والتبريد، بحيث ان اما يصطاد من الحاجات دي بتفسد وتبوظ بسرعه طبعا الاسماك، فلازم يكونوا مجهزين لها باحدث طبعا الاساطيل المجهزه بالتبريد عشان يقدروا يحتفظوا بالاسماك وما يحصلش اي حاجه. كل دي جعلت يا ولاد ان الانتاج السمكي بيبقى قليل. يبقى استخدام الصيادين اساليب بدائيه، تلوث الميه، اتجه الصيادين للعمل في استخراج البترول والصناعه، وانا قلت لكم ان هم بيصطادوا مش يعني حقيقتهم يعني يبقوا محددين الوقت اللي بيصطادوا فيه، مش اي وقت وخلاص، في اوقات ممنوع عدم الصيد وعرفنا ليه، واستخدام وعدم استخدام اساليب طبعا تقليديه قديمه بدائيه، و استخدام شباك ضيقة، دي كلها برضو بيقلل الانتاج السمكي جدا. لذلك لذا الانتاج السمكي قليل ولا يتناسب مع سواحل، برغم ان احنا عندنا بنمتلك سواحل كتير جدا، ولكن يا ولاد الانتاج قليل. طب عشان خاطر نحل المشكله دي نعمل ايه؟ قال لك لا طبعا في طرق عشان نزود فيها الثروه السمكيه. زي ما انا قلت لكم بندرب الصيادين على استخدام الاساليب الحديثه في الصيد، ولازم نحدد لهم ونوعيهم بمواعيد صيد مناسبه، ما يكونش في البحر متقلب ولا، عشان يدينا انتاج كويس. نحسن احوالهم الصيادين حتى لا يتاجوا لحرف اخرى، يعني بمعنى ان هم نديهم دخل كويس عشان يقدروا يعيشوا، عشان ما يضطروش ان هم يسيبوا الحرفه بتاعتهم دي ويتجهوا لحرفه ثانيه زي الصناعه وات ايفر يعني، والتعدين وكل ده. ان احنا زي ما قلت لكم نهتم ببناء اساطيل مجهزه، زي طبعا يا اولاد سفن بتكون فيها طبعا نوع من التبريد عشان ما نصطاد ونقعد فتره مثلا من البحر الحاجات دي ما تبص مننا، لازم تكون مجهزين كل الحاجات دي كلها، ان احنا نحمي الميه دي من التلوث عشان السمك ما يموتش، وبالتالي يقل طبعا الثروه المائيه السمكيه. زي ما قلت لكم برده عشان بما تفسر، عشان نزود الانتاج السمكي الدوله بتقوم بانشاء مزارع
سمكيه او في الوطن العربي ككل يعني. يبقى قمه المزارع السمكيه وده الهدف منه ذات الانتاج السمكي. تمام كده جريد 8. يبقى لو انتوا قلتوا لي حتى على الاقل 2 او 3 من كل دول حلو قوي. حمايه المياه من التلوث سهله قوي، اقامه مزارع سمكيه جميل. طيب تحسين احوال الصيادين وتوعيتهم بالمواعيد المحدده المناسبه زي الفل، تدريب الصيادين على استخدام اساليب تكنولوجيا حديثه تمام، كل دي يا اولاد طرق لزياده الثروه السمكيه. تمام يا جريد 8. دلوقتي بس في كده مصطلحات عايزه اقولها. يعني ايه مراعي طبيعيه؟ مراعي طبيعيه حشائش تنمو طبيعيا دون تدخل للانسان، زي بالظبط النبات الطبيعي، هو النبات الذي ينمو تلقائيا دون تدخل الانسان، طبعا كلكم حافظينه. نفس الكلام مراعي طبيعيه بدل نبات مراعي، يبقى حشائش بتنمو طبيعيا دون تدخل الانسان. مراعي طبيعيه حشائش تنمو طبيعيا دون تدخل الانسان، يعني حاجه من عند ربنا كده طبيعيه لوحدها. مراعي طبيعيه حشائش طبيعيه تنمو دون تدخل الانسان. سباق الهجن ده رياضه شعبيه بيمارسها طبعا في الوطن العربي، اللي بتقوم على سباق الابل زي ما قلت لكم اللي هم الجمال في اماكن مخصصه لهذا السباق. تتصل سرعتها قلنا ل 64 كيلو متر في الساعه، فطبعا يعني مسافه كبيره يا اولاد. وسباق طبعا في عده دول زي ما قلت لكم مثل الامارات بيقوموا بالسباق ده. تمام كده، يبقى احنا عرفنا ما معنى مراعي طبيعيه وما معنى سباق هجن. كده خلاص يا جريد 8، درس سهل اهو خلص، ما فيهوش اي حاجه خالص. اظن واضح يعني، الحمد لله كده تمام. ان شاء الله بقى انتظروني كده في اديكم بقى الفيديو الجاي او الفويس الجاي كده ان شاء الله عن المماليك، برده سهل وجميل ان شاء الله. تمام، يلا سلام، باي باي.